مرحبا جميعا، معك إيهاب منصور. بدي أشرح بهذا الفيديو طريقة تسجيل العزف على أورج الياماها بي اس ار اي 3000. على ما أعتقد الطريقة هنا تنطبق كمان على كل فئات البي اس ار. راح نشرح كيف التسجيل بيصير وإيش الفائدة من التسجيل. التسجيل طبعا ممكن الفائدة منه تكون مجرد إني بدي أسجل عزفي، أو ممكن كمان أنا أسجل الايقاع مع الكوردات مع الردات تكون جاهزه وانا بدي اعزف لايف بس السولو، فالعزف بيكون غني اكثر. يعني طريقه التسجيل اول شيء بتكون عن طريق انه بنضغط ريكورد وستوب مع بعض عشان يعطينا نيو سونج. اذا كان في شيء شغال من قبل بيفتح لنا نيو سونج. احنا هسه موجودين هنا، هذا الكباس اي هو المسؤول عن الأغاني المسجلة. طبعا هون أنا مسجل عدة أغاني، لما نضغط عليها بنختار منهن اللي بدنا نشغله، بس احنا سبناش نشغل، احنا بدنا نسجل. عشان نشغل التسجيل بنضغط أول إشي على لحظة شوي أورجيكم الشاشة الأساسية عشان نشوف شو بصير. بنضغط على الريكورد، لما ضغطنا على الريكورد هسه التسجيل بعده مبلشش. التسجيل ببلش لما الايقاع يبلش يشتغل. طبعا عشان نبلش تسجيل لازم نكون مجهزين بالاول الاصوات اللي بدنا نشتغلها، الايقاع يكون كل شيء جاهز. بنشوف انه هنا فتح عنا 16 تراك. هاي تراكس كل تراك مسجل فيه شيء. التراك راح يكون للاصوات العزف، الرايت 1 بيكون بتراك لحاله، الرايت 2 بتراك ثاني، الدرام بيركشن البيس كل شيء بتراك لحاله. لما بلش الايقاع ببلش التسجيل. بنبلش نسجل اشي صغير بس عشان نعطيكم مثال. بس نخلص التسجيل بنضغط ستوب. بدنا نسمع الاشياء اللي سجلناها. طبعا هون بحذرنا انه في حال انه طفينا الاورج او عملنا تسجيل جديد وما عملناش سيف حفظ للي سجلناه، اسا طبعا راح يروح ونفقده. مهم جدا نعمل سيف بعد كل شغله تسجيل جديد بنعمله. عشان نسمع اللي سجلناه بنضغط على بلاي. بنشوف هون النقط الضاوية، هاي التراكس اللي اشتغلت معنا بالتسجيل هذا، يعني التراكس اللي فيه عليها تسجيل. اللي مش ضاوي فش بيكون فاضي، فش عليه تسجيل. نقدر نستعمل نزيد عليه طبعا لقدام، هسه بورجيكم الطريقه. طبعا بعد ما سجلنا هذا المقطع مثلا بدي اسجل الردات على الكمانجات، بحط صوت الكمانجات. طبعا شفنا احنا لما شغلنا انه التراك نمره 2 ما كانش مضوي، معناته فاضي. بدي اسجل عليه الكمانجات. الكمانجات موجوده عندي على الرايت 1 هون، بضغط ريكورد، وانا ضغط على الريكورد بضغط على التراك 2. بنختار رايت 1 لانه احنا بدنا الصوت موجود على الرايت 1. نعمل اكزيت، نضغط بلاي، بنبلش نسجل. طبعا شايفين هون مضوي ريكورد. بنخلص نضغط ستوب، بنسمع اللي سجلناه. اذا شايفين مثلا انه صوت الكمنجات كان واطي كتير، مثلا بدي ارفعه، بضغط على الميكسر ايكولايزر. بنشوف هنا عنا الفوليوم ليفلز للتراكس، عنا من 1 لـ 8، وفي اذا بدنا ننتقل للثمانية التانيين اللي هن من 9 لـ 16، هدول بنضغط على اي اعطانا من 9 لـ 16. صوت الكمانجات طبعا موجود بالتراك 2 زي ما قلنا، حاسينه منخفض كتير، بدي ارفعه بنعليه من هون. ممكن نشغل ونسمع كمان. طبعا
نعمل البالانس لكل الأصوات إذا في حاجة. طبعا حسينا إشي منخفض كتير إشي عالي كتير عن طريق هون منغيره. طبعا منحفظ عشان نحفظ العزف منروح على new song user save منسميها مثلا واحد ومنحفظها. طبعا مهم جدا بعد كل ما كل تسجيل جديد نحفظ لانه ممكن كل شغلكو تكون ساعة عم بتسجلوا بروح كل الشغل على الفاضي. في هون كبسين شايفين فورورد وباكورد هدول المزورات بنقدر احنا نعجل لقدام او لورا. نكبس عليه بدنا ننتقل مثلا للمزورة الثالثة يبلش من هون العزف. طبعا هاي بتقدر هون او عن طريق الكبسات بنقدر احنا كمان نختار من وين نبلش. اذا بدنا نسمع مقطع اللي هو بدل ما اسمع غنوية من اولها بدي انتقل على المقطع طوالي بنكون عارفين باي مزورة وبننتقل عن طريق الاسهم هون. اسا سجلنا طبعا احنا العزف السولو وقعد صوت الاكورديون بس انا بديش اسمعه. ممكن اطفي بنحط بلاي. الاكورديون شغال. هو الاكورديون اول شيء لازم تعرفون مكون من صوتين من رايت 1 ورايت 2 اللي هن مسجلين على واحد وعلى ثلاثة. بدي اطفيه طبعا بكبس لفوق صار اوف. عمليا هنا صار عندي بس الردات مع الايقاع والكوردات شغال السولو طفيته. هذا الاشي ممكن يساعدني اذا بدي اعزف مثلا انا السولو لايف. بشغل الايقاع مع الردات وبعزف اللايف براحتي من غير ما اقعد اشتغل كمان بالردات على اورج تاني او بالايد التاني وكمان بدي احط الكورد وبدي اشغل الايقاع. هون كله بيكون جاهز. بس طبعا لما الايقاع مسجل مسبقا تقدروش ترتجلوا بدكم تمشوا كيف سجلتوا. يعني مقطع بدي اعيده بقدرش اعيده خلاص كيف مسجل بدنا نشتغل عليه. طبعا طفلناها حطيناها هين اوف. ممكن اسا فوق هن نعمل كمان دور العزف السولو لايف. بنشغل وبصير نعزف مع الاورج من غير ما نسجل بهي الحاله. بنشغل قصدي وبنعزف معه من غير ما نسجل لانه احنا مش راح نضغط على الريكورد هون بس على بلاي. بتأمل أكون فتكم بالفيديو. ريت تشيروه وتشوفوا فيديوهات التانية على القناة وتدعمونا بلايك وسبسكرايب وشكرا لكم. طبعا راح يكون في فيديوهات قادمة عن شرح شروحات تانية عن الإديت بالإيقاعات وأي شيء يعني راح أقدر أفيدكم فيه مش راح أبخل عليكم بس طبعا لما يصير معنا وقت. شكرا لكم.